كان ضابطاً في الجيش السوري وارتكب العديد من الجرائم، لكنه انشق عن النظام وانضم إلى المعارضة وفر إلى دولة أجنبية ليقابل مصيره هناك. فما قصة العقيد أنور رسلان؟ ولد أنور رسلان عام 1963 في محافظة حمص، درس القانون وعمل ضابطاً لعقود في دمشق، عين في المخابرات عام 1995، وفي العام 2008 أصبح رئيساً لقسم التحقيقات في الفرع 251 فرع الخطيب، حيث كان مسؤولاً عن الأمن الداخلي وعن أحد السجون في دمشق سيئة السمعة. وأثناء عمله ارتكب العديد من الجرائم ضد الإنسانية، وكان ضمن المحتجزين في السجون السورية المحامي وناشط حقوق الإنسان أنور البني الذي اعتقله رسلان. وفي العام 2012 قرر رسلان الانشقاق عن النظام السوري والانضمام للمعارضة، حيث فر إلى الأردن وأصبح واحداً من المتحدثين باسم المعارضة. وحصل رسلان على تأشيرة لألمانيا من سفارتها في عمان، ولجأ إلى ألمانيا رفقة عائلته، حيث لم يخش الضابط المنشق من أن يتعرض للمضايقة أو المساءلة بسبب أنشطته الماضية وهو في ألمانيا، بل أنه أعلم رجال الأمن في مركز شرطة برلين بكل ماضيه، وتقدم بطلب حماية خوفاً من أن يستهدف من قبل المخابرات السورية بسبب انضمامه للمعارضة عقب انشقاقه. لكنه في عام 2019 وبعد تقديم طلب اللجوء تم إيقاف رسلان، بعدما تعرف عليه المواطن السوري أنور البني المحامي والمعارض الذي اعتقله رسلان في السابق، حيث شاهده في مخيم اللاجئين الذي كان يقيم فيه عند وصوله إلى البلاد، ومن ثم عاد فرآه مجدداً في أحد المجمعات التجارية، وبعد إلقاء القبض عليه وجهت له تهماً بارتكاب جرائم كبرى ضد المعارضين السوريين، من بينها إنهاء حياة 58 شخصاً والاعتداء على آخرين، فضلاً عن المعاملة القاسية مع 4000 شخص على الأقل كانوا محتجزين في سجون دمشق بين عامي 2011 و2012. وبحسب بي بي سي فإن رسلان لعب دوراً في الإجراءات التي اتخذت في سوريا ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث ألقى القبض على العديد من المتظاهرين وممن يشتبه في معارضتهم للحكومة، كما دافع رسلان عن نفسه من جميع التهم الموجهة إليه، حيث قال إنه ليس له أي علاقة بإساءة معاملة السجناء، وإنه حاول فعلاً مساعدة بعض المعتقلين. وكانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة كوبلينز الألمانية قضت بالسجن مدى الحياة بحق العقيد السوري المنشق أنور رسلان في قضية هي الأولى من نوعها ضد النظام السوري.